ما شاء الله اليوم جاي صديقنا عشان نعدل التصوير ذا من الشمس الزاوية ذي طفطة. اصبر اقول لك اصبر تروح تركب على طول بيبرمج لنا ما ادري بيفحص بهكر السيارة تيفقع راسك. هذا الجهاز السي تي اللي معروف حق الفورد اشوفه ما شاء الله كم قيمته قلت؟ ب1300 اي شاري برمج فيه المركز ماله ما شاء الله. ذا تدرون ذا الجهاز لازم يكون على كل فورد يعني فورد معدل. ولا يا شباب تخيلوا ذيك لها كود كم كود وعدهم عدهم 1 2 3 4 5 6 7 ولا بعد تحت 9 كود عندك 9 ايه ولا ما شاء الله. هذا اشترينا واير 9 متر ما شاء الله تبارك الله. اهم شيء الحديد هذا اصلي ما ينكسر ويطير على السياره اللي عندي او عند غيري ما شاء الله. الواير اللي انا شاريه من البقالة ذاك انقطع مرتين ما شاء الله. هذا ما هو مطاط صح؟ اي بس جاي كنه مطيطي يعني ما شاء الله بس ما ينقطع يعني ان شاء الله ان شاء الله ما ينقطع. اي والله انا اخاف انه ينقطع. هذا حق سحب ما هو حق نتل يعني ما انتل عليه بس اسحب. اي افضل اسحب عليه بس تفكه. طبعا ما تفكها في البار ليش؟ لان لو فكيتها في البار وطارت ودخلت في الرمل مو بتلقاها. احسن في الشارع. يا تفكها كامله يا تخلي كذا ينسم عادي. واحد من الاثنين يا تفكها كامل بس اذا فكيتها كامل احسن بعد. بس عادي اذا ما تبي تفك كامل وفاضي ما عندك شيء وقتك طويل عادي خله ينسم على الراحه ثم تفك الابره. بس خلي الابره تطلع شوي عشان الهواء يطلع او تسوي كذا. تركبها تمسكها عدل كذا تركب الابرة. اوكي الحين شوف بالمعيار نسمنا تقريبا 19 المفروض 20 بس يلا عوافي. اهم شيء يعني مو باقل من 15 يعني فوق ال 15 بشوي عشان الكفر لا يفسخ.
هذا العيونكم. هذا ساحبين الانترا للمحطة. هلا هلا هلا. جالسين نسحب الانترا هذا. امورك طيبة. ما شاء الله يا الفورد. طبعا الانترا اللي سحبته انا قايل له يا اخي لا تخلينا نسحب من الجسر. قال على مسؤوليتي. قلت له على كيفك. سحبته وانفصل الواير عن الجسر. الحديدة شكلها انكسرت اللي عنده في الجسر. وتعداني يعني انا جيت على سرعه بوقف هو كمل ما ضغط بريك وصل المحطه هو بايع سيارته اساسا يعني ما همته السياره لكن على العموم خلونا الحين نمشي بس